كانوا فلاحين يجوا يلقطوا مبسوطين. طبعا ما كان شوارع، كان شوارع ترابية، كان ما في سيارات، كان في حمير، يعني كان جنة هون. ما حدا يزعلهم، ما حدا ينكد عليهم. صاروا يبنوا ويسكنوا زي ما انتم شايفين، هذه البنى وهذه الشجر مبينة قدامكم. ما كان محسوم، كان طريق ترابية، الناس تروح وتيجي، تروح القدس وتيجي من القدس. سولنا الجدار، الجدار عبارة عن، هم بدعونا للأمن، الجدار بس بخنق، خنقنا يعني شوي شوي بالبطيء، يعني شوي شوي بخنق فينا. بحب هذه الأرض، هي جزء من حياتي، دائما متواجد فيها يوم يوم ليلة ليلة. رغم ان فيش عندي هون مية وكهرباء، برضو قدرت اجعل من هذه الارض جنة خضراء. طبعا انا هيني في قاعد في مغارتي، بكرة عندي محكمة في القدس مع وزارة مكتب الداخلية، على المغارة، على العريشة، على الحمام، على غرفة الجاج. هم كل هذا الهدف انهم بدهم هذه الارض يبنوا مستوطنة، اللي هي مستوطنة قفعات يعيل. الهدف تبعهم المصاري، بدهم مصاري، بدهم أرض، بدهم كل شيء. إذا أنا طلعت من هذه الأرض صعب أعيش، تعودت على العيشة هذه، إلي 17 سنة ساكن هون، بروح وبيجي على هذه الأرض ودائما فيها موجود ليل نهار، فصعب إني أترك هذه الأرض. بدي أشتري إشي من الدكان، زي ما أنت شايف بطلع الطلعة هذه مسافة طويلة تمني أصل الدكان، مرات بروح على بيت لحم. فأنا بفكر لقدام شو راح يصير. هلا زي ما أنت شايف فوق الجدار بيجي من فوق وعلى البلد جوا بسكر المنطقة هذه عليها. هالحين أنا كيف بدي أطلع مثلا أشتري أكل، أجيب مية، بتصفي مشكلة كبيرة إلي هاي. يمكن عيلتي أو نص عيلتي بتعيش في مخيم الدهشة. ليش حقنا أن نعيش في أرضنا؟ ليش نعيش في مخيم؟ هيني دخلت المحصول. طبعا انا طلعت من محصول 600 بيت لحم، متوجه للمحكمة لباب الخليل. أحلى شيء بحبه إني أشوف صور القدس. كثير ناس فلسطينيين محرومين يكونوا على هذا الصور. أنا بحب هذا الصور لأني بحب القدس. وهيني قاعد بستنى في سامي المحامي تبعي، عبين ما يجي أخش على المحكمة. إن شاء الله بكون خير. سير المحكمة هون كالتالي، إنه أول إشي هن بدهن يشهدوا
بتجيبوا اثباتاتهم بعدين انت بتشهد البيانتاتك. انا بقدرش احكي انت موجودين. لا انت بتحكي اليوم رح تشهد. احكي يعني طبعا رح تشهد ورح تنسأل اسئله. امتى انبنت هاي؟ من امتى موجوده؟ انت بنيتها ما بنيتهاش؟ معك رخصه معكاش رخصه؟ كل الامور هاي رح تنسأل عنها. بدك تشهد الصحيح. شو بدنا نرصع؟ فيش انا شو بدك. أنا باب المحكمة بدي أروع على الأرض، أرجع على الأرض. كنت أتمنى أن يكون حكم اليوم، ما تتأجل ل15/3، بس تأجلت المحكمة 15/3. إن شاء الله المرة الجاية بكون في حكم 15/3 بكفي. يعني بدي حل الضريبة، بتوقع انه يكون 15/3 يكون في حل. الحمام ما عنده حدود، بروح وين ما بده، بطير في كل السماء، بروح وبيرجع ما عنده حدود، مبسوط ومكيف. ان شاء الله بنتعلم من 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 الحمام كيف يكون ما يكون عندنا حدود.